بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوع حلقتنا عن السعادة او ازاي نبعد عن التوتر النفسي. يعني كلنا اكيد في حالة من التوتر النفسي، فمحتاجين ان احنا نعرف بعض الاساليب اللي تبعدنا عن التوتر نوعا ما. طبعا الحلقة اكيد هنتكلم جزء منها عن الاخت الكفيفة طبعا، وان القناة بتدعم الحملة بتاعت الكفيف، وده شيء جميل جدا طبعا من القناة. فاول حاجة بقى هنتكلم عن المرأة اللي هي موضوع برنامجنا انتي ثروة. بنقول ان الاسلام طبعا كرم المرأة في كل مراحل حياتها، وهي طفلة ربنا سبحانه وتعالى حث على رعايتها، وهي اخت ربنا حث على صلاتها، وهي زوجة طبعا وام ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اوصى بها 3 مرات. فاحنا عارفين الام ليها دور عظيم جدا، وهي اللي بتنشأ الاطفال، ودول بيطلعوا للمجتمع لازم يكونوا بامر الله اطفال سويين، علشان هم دول الثمره اللي هيبتدي المجتمع، دول شباب مستقبل للمجتمع. لو جينا اتكلمنا عن المراه تاني هنقول ان المراه ليها دور، واذا صلحت المراه صلح المجتمع كله. الله سبحانه وتعالى نزل طبعا سوره النساء، وده كان تكريم للمراه، وبرده ليها دور اكيد في استخلاف الارض مع الرجل، فليها دور عظيم المرأة بنتكلم عليها دايما، والقناة دايما بتهتم بدور المرأة. طيب لو قلنا هنتكلم عن السعادة، ازاي انت تكوني سعيدة، او ازاي يعني تحسي بالسعادة، او ايه المبادئ اللي عندك ان انت تكوني تقدري تعمليها او في الامكانية. طبعا اول حاجة بنقولها هي القرب من الله سبحانه وتعالى. لازم اول حاجة اكون قريبة من ربنا، يعني فروض الصلاة بتاعتي 5 فروض طبعا واظب عليها، قراية القرآن اكيد طبعا، علشان ده حاجة بتبعد عن الشيطان، ده اول شيء، وبيبقى القلب صافي وفي حالة من التسامح والرضا. لو قلنا حاجة تاني برضو اقدر اوصل بيها للسعادة، معايا بعد القرب من الله طبعا اولا واخيرا، معايا التسامح او الصبر. طبعا احنا معانا اولاد ولازم بيخرجونا عن شعورنا كتير، فلازم يبقى عندي صبر او عندي تسامح. بمعنى ايه؟ هما طبعا بيستنفذوا طاقتنا كلها طول اليوم، فما ينفعش اني انا افقد صبري معاهم، او ان انا اقول لا خلاص انا زهقت، لا، لازم اكون عندي صبر وعندي قوه واراده وعزيمه اني انا اصبر، على لان دول هديه من ربنا طبعا سبحانه وتعالى. فاكيد طبعا لازم وجودهم في حياتي هيكون لي سعاده على قد تعبها، فلازم اصبر واتسامح، اتسامح مع الزوج. ما ينفعش ان الحياه ما يبقاش فيها مرونه، لا، لازم الحياه يكون فيها شيء من المرونة، وبتبقى قوية طبعا مش ضعيفة، لان الزوجة لو ما تسامحتش في بعض الاحيان بيحصل ضرب في الحياة الزوجية، وبيبتدي السعادة بنفقدها كلنا في حياتنا، وده شيء احنا مش عايزينه نوصل ليه طبعا اكيد. طيب لو قلنا حاجة تانية، لازم يبقى عندي وقت من الراحة او الاسترخاء. ما ينفعش اني انا بجهد نفسي طول اليوم، مفيش وقت للراحة، مفيش وقت للاسترخاء، مفيش وقت ان انا احاول اني انا امارس نوع من الرياضة لو كان حتى بسيط، لو ماشي حتى بابسط شيء عندي. الرضا طبعا بالحال، والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. قوة المبادئ كمان مهمة قوي، اني انا اكون عندي مبادئ، لان المبادئ انا عارفة ان هي ما بتتجزأش. بمعنى اني لو انا عندي مبدأ وماشي عليه، مهما يحصل لي من مشاكل عمري ما مش هجزأ مبدئي، او مش هحد عنه، لا، هفضل معايا المبدأ بتاعي مهما صادفت من مشكلات. عندي كمان نقطة مهمة قوي احب اتكلم فيها، اللي هي التقدير الذاتي والثقة بالنفس. لازم اشعر بتقدير ذاتي لنفسي وثقة بنفسي. بمعنى ايه؟ انا عندي اعرف ايه اللي انا اقدر اعمله واعمله، لازم انجح في حياتي، يبقى عندي اهداف للنجاح. ما ينفعش ان انا اقف استوب في حياتي واقول لا انا فشلت في شيء طب انا هبعد عنه، لا، انا لازم اكون ماشية في طريقي وقدامي هدف لازم طبعا هحققه. عندي كمان السلام الداخلي، قلنا ان انا بتسامح، زي ما في فرق
انا بقول في التسامح او سلام داخلي. انا ممكن اتسامح مع انسان في شيء، بس ما عنديش سلام داخلي. بمعنى ايه؟ اني انا نزلت برضو قبل النوم بشيل في نفسي ان فلانة زعلتني او فلان ضايقني او الزوج ضايقني، فبفضل اشيل في نفسي. طبعا بصحى من النوم بالهموم بتاعتي، ابص الاقي نفسي عجزت بسرعة، طب ايه السبب؟ لاني ما فيش سلام داخلي. ولازم الانسان على فكرة يتسامح يعني النفس من جواه، لازم في تسامح عشان ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا بعد كده. طيب انا بقول عندي حاجة مهمة قوي، اللي هي تحديد الهدف وتحقيقه. في فرق بين تحديد الهدف وتحقيقه. انا بحدد الاول انا عايزة ايه، وابتدي بعد كده احقق بقى اهدافي. واحب ادي معلومة ان انا عندي 6 انواع من البشر، يعني ما عنديش نوع واحد، احنا كلنا اختلفنا في صفاتنا طبعا الجسمانية وصفاتنا النفسية صفاتنا العقلية، احنا في اختلاف ما بيننا. طيب يعني ايه 6 انواع من البشر؟ في نوع او نوع بيبقى عارف، بيبقى هو مش عارف هدفه اساسا، مش عارف يعمل ايه ولا يحدد ايه ولا اي حاجة خالص. تاني نوع عندي بيبقى عارف هدفه بس مش عارف يحققه، طب انا احققه ازاي؟ تالت نوع عندي بيبقى محدد هدفه وعارف عايز يحققه ازاي، بس مش لاقي الـ 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 او بيتاثر بالاخرين، يعني مش لاقي نفسه بيتاثر بالاخرين. رابع انواع عندي اني انا عارفه كل ده كويس جدا وبحدد هدفي وما بتاثرش بالاخرين، بس كل ما اجي احقق هدف شويه ابعد عنه واقع واضيع وقتي واتحطم. خامس نوع معايا عارف كل ده وعارف يبعد عن تحطيم هدفه، بس بيسمع قوي بكلام الناس، يعني بيغير رايه بسرعه قوي. يعني اول ما واحد بيقول له ابعد عن السكه دي خليك في السكه دي، قوم هو باعد او هي تقوم بعده عن الموضوع خالص وترجع بعيد عن هدفها تحد تاني. سادس نوع ده احسن نوع طبعا، اللي هو بيحدد هدفه وبيحقق، عارف بيحققه ازاي، معتقد في قدراته الذاتيه، وما بيسمعش كلام لحد بس بيستمع لاراء الناس وبيختار اللي هو عايزه او اللي هو بيقتنع بيه. وده طبعا انسان او انسانه كويسه جدا لو بدات تحدد هدفها وتختاره بعد كده هم. طيب انا عندي بعد كده مهمه قوي كمان عشان احس بالسعاده، اعيش في الوقت الحاضر. يعني ايه اعيش في الوقت الحاضر؟ ما كلنا عايشين في الوقت الحاضر اهو، الساعه دلوقتي مثلا 3 واحنا عايشين اهو في الوقت بتاعنا. لا، في ناس كتير للاسف بتبقى عايشه في الماضي، بتبقى عايشه في المستقبل. يعني واحده مثلا صادفتها مشكله ان هي انفصلت عن خطيبها او شريك حياتها او بعدت عن شغلها، فتبدا تشعر بايه؟ انها مش عايشه بقى في الوقت اللي احنا فيه، لا دي عايشه في الفتره السابقه. دي مفروض ان هي حاجة بتبقى اسمها دي نتيجة التكيف العصبي. بمعنى ايه؟ ان هي تكون طبيبة نفسها، هي تعالج نفسها. طب ازاي تعالج نفسها وهي واقعة في مشكلة كبيرة؟ هي خلاص اتعودت ان هي حياتها كانت ماشية بالطريقة اللي هي ماشية بيها، اتغيرت حياتها وبدأت تبعد عنها. طب هتعمل ايه يا ترى؟ هتبتدي ان هي تنفصل اللي هي المنطقة اللاواعي عن التجربة، يعني تفصل نفسها تماما عن التجربة. تاني حاجة بتغير قوة الإدراك في عقلها، في العقل الباطن، لأن عقل الباطن مازال شغال بالأمور الماضية، متعلق بيها، بقوم وأنام على الأمور اللي فاتتني. طيب تالت حاجة بتعمل إيه؟ بتعمل انفصال بقى تام عن كل اللي فات، وتبتدي تعيش في الوقت الحاضر اللي هي فيه ده. تبتدي بعد كده تنظف بقى أماكن تخزين الطاقة السلبية اللي هي في المخ نفسه بطريقتها وبقوتها وبقوة الإرادة عندها. بعد كده بتبتدي تربط كل ده بالمرحلة بقى اللي هي عايشاها دلوقتي، ونسيت خلاص بقى الفترة اللي فاتت وهبتدي اعيش بالفترة الحالية اللي انا موجودة فيها. طيب بعد كده عندي في حاجة اسمها طبعا الامل والتفاؤل، ده حاجة بسيطة قوي. لازم بأمل في بكرة، ولازم ان انا يبقى عندي امل دايما في بكرة. ما ينفعش ان انا اعيش وانا متشائمة من حياتي، او اعيش ان انا خلاص يأست من الدنيا يبقى عمري ما هشعر بالسعادة. ولازم ناخد بالنا قوي ان السعاده دي بتبقى موجوده جوه الانسان مش براه. يعني ما ينفعش اكون انا من جوه مش سعيده وهحس بسعاده ازاي؟ لازم السعاده تكون من جوه الانسان نفسه. طبعا عندي بعض الاقوال اتقالت عن السعاده. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال ان السعاده هي خلو الصبر من الغل والحسد، والسعيد من خاف العقاب فامن ورجى الثواب. عندي كمان احد الحكماء قالوا ايه؟ قالوا ازرع البسمة في وجهك تحصد السعادة في قلوب الناس. جميل، يعني انت طول ما البسمة موجودة في وجهك اكيد الناس هيبقى في سعادة اكيد في قلوب الناس قدامك. طيب عندي غاندي قال ايه؟ تتوقف السعادة على ما تستطيع اعطائه لا على ما تستطيع الحصول عليه.
يعني السعادة اني انا بدي ايه، مش لازم اخد، لا انا بدي بالعطاء، مش مستنية مقابل، مش مستنية حد يديني حاجة، مستنية الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى عز وجل. لو انتظرت الثواب لو انتظرت الثواب لو انتظرتي الثواب من الانسان مش هينفع طبعا، لازم الله سبحانه وتعالى ولا يجازيكي خير على اللي انت بتعمليه كله. اكيد المرأة طبعا بتتعب تعب رهيب، يعني بتبقى زوجة وبتبقى ام وشايفة طلبات البيت، فمحتاجة اكيد اللي حواليها يقدروها. نفرض ان اللي حواليكي ما قدروكيش، يبقى انت هتكوني في حالة من اليأس او حالة من الضياع. لا، لازم يكون عندك إرادة وقوة وثقة بالله سبحانه وتعالى ونفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يجازيك خير. عندي كمان أحد الحكماء قال: أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقع إقامتها. يعني أنا دلوقتي لو أنا هيأت موقع إقامة السعادة في قلبي أكيد هلاقيها موجودة، مش هتبعد عني كتير. طيب لو قلنا كمان إن السعادة كمان في إني بشوف ولادي، إن المرأة بتشوف ولادها بينجحوا وبيبتكروا وبيبقوا ناس ناجحين في دراستهم، فهي بتسعد اكيد وبتحس بالنجاح بناء على نجاحها. طيب ازاي انا اجعل ولادي ناجحين في حياتهم؟ طبعا ده بيعتمد على تنشئتها الاجتماعيه، التنشئه السليمه. يعني ما ينفعش اني انا انشا الولاد تنشئه اجتماعيه خاطئه وبعد كده اقول ايه، لا ده انا مش حاسه بسعاده، ده انا الولاد يعني لا حالتهم صعبه قوي. لان الخمس سنين الاولى من عمر الاطفال دي بتبقى مؤثره جدا في حياتهم فيما بعد. يعني الخمس سنين الاولى دي مهمه جدا، لازم يتربى الطفل وتربيه على الدين والقيم والاخلاق. طبعا ما ينفعش ان انا ابعد الطفل عن دينه او اخلاقه وارجع تاني اشتكي، لازم يتعلم فروض صلاته طبعا وكل ده اكيد انت عارفاه، ولازم يتربى على الاخلاق والتناسب بالمبادئ. وما اقولش ده لسه طفل صغير، ما ينفعش اني انا ابعد الطفل عن الناحيه الدينيه واقول ده لسه ما يفهمش حاجه، لازم طبعا في وقت معين بيتعلم الصلاه بيتعلم كل حاجه. طيب لو قلت انا فلسفه ليا خاصه بيا انا عن معنى السعاده. السعاده زي ما قلت هي من داخل الانسان وليس خارجه. بمعنى ايه؟ لو انسان بيسعى للنجاح في شيء معين، طيب نفرض ان هو مثلا ما نجحش في الشيء ده، يبقى هو كده خلاص انتهى امره؟ لا، المفروض يقف على رجله، بتقفي تاني على رجلك اكيد وبتحاولي مره واثنين وثلاثه ان انت تحققي نجاحك وتحققي ذاتك. ونجاحك ده مربوط طبعا بالسعاده، اكيد هتسعدي لما هتحققي نجاحك. ونجاح المراه طبعا بيختلف عن الرجل، اكيد انت نجاحك ممكن يكون في بيتك، مش لازم اكون بشتغل وبطلع وبنزل، لا ممكن يكون نجاحي في بيتي، نجاحي في تربيه ولادي، نجاحي في رعايتي لزوجي واني انا بهتم بيه طبعا، واني انا ببعد اي امور بتضايق عن البيت، بحاول اكون في ذكاء. يعني صبر ايوب وحكمه لقمان، يعني لازم عندي حكمه وعندي صبر، ما ينفعش اني انا اضيع دول من ايدي وبعد كده اشتكي واقول اصلي الدنيا باظت معايا وانا مش عارفه ايه السبب. لا، في اسباب اكيد، في قصور يمكن، وإذا كنت يمكن أنا بتكلم مع المرأة أو بقول لها خلي بالك، طبعا ده أكيد من حبي في المرأة إن هي أكيد هي عمود البيت، وإذا صلحت المرأة زي ما قلنا المجتمع كله بيصلح، الأطفال بيصلحوا، الرجال أكيد بيعيشوا سعادة في حياتهم. فلازم أنت عليكي دور عظيم جدا جدا، يعني دور عظيم وخطير، لازم يبقى في اهتمام بكل حاجة بتعمليها بقربك من ربنا سبحانه وتعالى أكيد. طيب هنقول تاني ان السعاده طبعا مش داخليه، مش خارجيه، هي داخليه. طيب والسعاده ليها مفهوم حلو قوي لو احنا فهمناه، بيقول ايه؟ هي ان نشتهي ما في ايدينا ونحافظ عليه. بمعنى ايه؟ انا عندي ولادي دول يعتبروا ثروه ليا، ولادي دول هديه من عند ربنا. ده مثلا يعني في حاجات كتير في ايدينا، نعم كتير والحمد لله، اشتهي النعمه دي واحافظ عليها، ابتدي احافظ عليهم، ابتدي اعلمهم كويس، ابتدي اهتم بيهم، ما انشغلش بيهم نهائي عن اي حاجه، وما اثرش في حق طبعا الزوج بناء على اني اهتمامي باولادي ما ينفعش، لازم اهتم بالزوج واخصص له وقت معين، الاطفال ليهم وقت عندي، الزوج ليه وقته، الاهتمام بالبيت عامه، نظافه البيت، كل ده بيشعر الست في بيتها بسعاده جميله جدا وبيساعدها طبعا على النجاح في حياتها. وهي طبعا تكوني راضيه في حياتك وتكوني راضيه اكيد بالنعم اللي حواليكي الكتيره،
لو البنت لسه ما تزوجتش مثلا، حبيت تلاقي في نعم كتير حواليها، والزوجة المتزوجة أكيد في نعم، مفيش إنسان مفيش حواليه نعم، لازم ننتقل إلى النعم اللي معانا ونحافظ عليها طبعا أكيد. بنتكلم تاني ونرجع تاني على الأطفال طبعا، لأن هم دول محور حياتنا في البيت طبعا أكيد. الأم دايما بتشتكي أنا مش عارفة أتعامل مع أطفالي، الطفل شوي، الطفل ساعات بيبقى مدلل شوية. طبعا انا ببعد مصادر اني انا ادلله كتير او ان انا ادلعه كتير، لا يبقى في توسط، لازم يعتمد على نفسه في البيت، لازم يبقى في حته اعتماد على النفس قويه جدا. لو الطفل اعتمد على نفسه اكيد في مستقبله هيبقى طفل ناجح ومعتمد على نفسه وحياته، ويتعلم ان الحياه مش سهله، اكيد الحياه في كتير حاجات كتير مشاكل هتقابلنا كتير، فلازم اكون انا واعي لحياتي. المرأة كمان مهمة قوي ان هي تهتم ان كل استراتيجية في الفكر معينة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول لنفسها كان هي استراتيجية خاطئة. انا لو عملت الحاجة الفلانية مثلا اول ما اصحى من النوم مثلا، لو ما عملتش، لو ما شربتش فنجان القهوة ده، انا هحس باكتئاب شديد، يبقى فعلا هتشعر باكتئاب شديد. انا لو ما اشتغلتش انا هحس باكتئاب. لا، مفروض انا تكون حياتي مرنة، وابعد عن الافكار الخاطئه والافكار اللي تضايق بيتي وتضايق سعادتي مع الزوج، ابعد عنها، التزم بالحاجات اللي هو يمكن بتفرحه، التزم بالحاجات اللي بتفرح ولادي. يبقى في بهجه في البيت، في تغيير دائم، ما ينفعش ان انا امشي حياتي على نمط معين. ولو انا طبعا لقيت نفسي انا ملتزمه بشرع الله سبحانه وتعالى وبامور ديني في بيتي، هبص الاقي الولاد كمان هيطلعوا مهتمين جدا بالناحيه الدينيه، عندهم نظره دينيه جميله، واحنا شايفين التقدم اللي احنا فيه دلوقتي. الامر صعب جدا، فلازم اهتم بتربيتهم وتنشئتهم منذ الصغر. لو انا اهتميت بده لما هيوصلوا ان شاء الله بامر الله الى سن المراهقه، وده مشاكله كتير جدا، هبتدي ان انا اتعب معاهم، لازم انشا التنشئه الاجتماعيه الصحيحه. ولو حتى المراهق في السن ده بدا يشد شويه، رفاق السن اكيد لهم تاثير عظيم عليه طبعا، هيبتدي يرجع لصواده تاني. يعني مش ممكن، لازم هيبقى هو اتربى على مبادئ معينه هيرجع لصواده تاني. بس انوه قوي على رفاق السن، واهتم قوي بمعرفه ولادي بيصدقوا مين، اعرف مين صحابهم، طيب هم بيروحوا فين، بيجوا منين، وما حسسوش ان في يعني نوع من الرقابه الشديده عليه. لان سن المراهقه كتير من الامهات بتقول لي ان انا مش سعيدة بسبب ابني مجنني في البيت، ابني في سن المراهقة مشاكله كتير، ما بيسمعش الكلام، يسبب لي تعاسة مع باباه، مخليني في حالة مشاكل دايما مستمرة. فأنا بقول هي بتصدقه طبعا، يعني بيبقوا الاثنين أصدقاء مع بعض، يعني هو يتكلم معاها دايما، يبقى في نوع من الحوار، تخصص وقت ليه هو إضافي، بجانب طبعا لو ليه إخوات يبقى له هو وقت مخصوص بيه. كل ده هيشعر المرأة طبعا بالسعادة، او هتشعر ان هي اتحكمت في ولادها، ان هما الاسلوب بقى كويس في حياتها، كل ده هينعكس على الزوج اكيد. فلما هينعكس على الزوج هي هتشعر بالسعادة، وهيبتدي البيت يبقى فيه نوع من الهدوء النفسي. طبعا هي يا ريت الام او المرأة عامة لما بتمارس رياضة، ده شيء جميل جدا، ده بيطرد عندي الطاقة السلبية اللي في جسمي، لان الجسم طبيعي بيخزن طاقة سلبية. لما انا همارس نوع من الرياضه ولتكن المشي، او ان وانا في البيت عندي بمارس رياضه معينه، كل ده هيخليني اخرج الطاقه السلبيه اللي جوايا، وابتدي اتعامل واتاقلم مع حياتي مع اولادي. الهدوء النفسي طبعا مهم جدا عشان المراه تعيش حياه سويه سعيده، والراجل كمان ما يتاذاش ان هو شايف ان البيت دايما فيه مشاكل، الام دايما مشاكل مع الولاد، فيتحكم عقلها شويه، تحاول تبقى في مرونه في حياتها كبيره جدا. يبقى احنا اتكلمنا عن مفهوم السعاده، واتكلمنا طبعا في البدايه خالص عن مكانه المراه، مكانه عظيمه جدا جدا، والاسلام كرمها زي ما قلنا في جميع مراحل حياتها، فده يخليها تشعر كمان بان هي ليها دور عظيم ما تغفلش عنه، يعني تحس دايما ان ليها دور عظيم جدا. هي اساس البيت، هي العمود بتاع البيت، هي العمود بتاع سعادة الزوج. هو هيشعر بسعادة امتى؟ لما يلاقي الزوجة في البيت في تناسق في الحياة، لان طبعا احنا شايفين حالات الفترة الاخيرة الانفصال الكتير، ده برضو خلانا بنستعجب ونقول طب ليه انفصال ليه كتير؟
لان طبعا الزوجه بدات ما تحكمش عقلها، بدات تنساق وراء مشاعرها، ما فيش تسامح، ما فيش صبر. لازم عندنا شويه صبر وتسامح في الحياه. طبعا بعيد تاني شكر للقناه انها بتدعم حمله للمكفوفين ماشي معانا اتصال. الو، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم، اتفضلي. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ مهاب. مشكلة عند النادي دي عندي سنة ونص. دايما لما بدي اتكلم مع حد كبير، يعني دايما بقعد لوحدي. اما حد كبير يجي يكلمه يبقى خايف منه، خايف اغرب منه. لكن لما اتصل بهذا يقول لك معاه معادي. انا على الاقل من الحته دي. طبعا اكيد. ساعات بس اقعد، يعني اذا كان حاجة تبعية هو عنده سنة ونص مش كده؟ يعني بينطوي عن ايه؟ عن الناس الغريبة ولا عن أهل بيته كمان؟ نعم؟ بينطوي عن الناس الغريبة ولا عن أهل بيته؟ يعني ماما وبابا وأخواته؟ لا 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 في مشكلة، يعني يجي يعرف ان ممكن يروح شوية ويرجع يعيط بسرعة. طيب. طب معلش بس عايزة حضرتك تعلي صوتك شوية، أنت قلت لي إن هو بينطوي عن بيخاف من الناس، بيتخاف من الناس؟ هو مش بيخاف من الناس، يعني هو بيشوف العادي اللي بيلعب معاهم بيبقى مثلا حد يشيله أو حد يعمله أو يلعب أو يتضايق. يعيط ويتضايق، مش يعني مش عشري زي ما بنقول كده بالبلدي، هو مش عشري يعني. طيب هي بص هقول لحضرتك، هو دلوقتي احنا مفروض ان احنا بنعوده من دلوقتي، لانه ممكن ده يزيد معاه ويبقى انطوائي فيما بعد، يعني هو لسه صغير. بس انا مش عايزه كلمه الطفل اقول عليه لسه صغير، عشان دي حاجات كتير بتموت معانا والام بتتجاهل دايما وتقول لك ده لسه صغير وايش فاهمه. لا بيفهم كل حاجه الطفل على فكره، بيشعر. ايوه طيب اوكي. بص الطفل عامة بيشعر من هو في بطن الام، عشان تبقى عارف، والام اللي بتحبه هو بيحبه، واللي بيكرهه واللي بتكرهه الام هو كمان بيكرهه على فكرة. ولو هي بتسمع موسيقى معانا وبتحبها الطفل بيطلع بيحب الموسيقى دي. فانت حضرتك بتعوده والام بتعوده من هو صغير، لا لازم طبعا يبتسم ويضحك ويلا ويحاول، يعني هو حد بيشيله او حد بيدلعه، لا يبقى يعني يتعلمه العشرة، يعني هي تعلمه ان لازم يكون عشري وتخرج من جواه الحته دي من دلوقتي. ما ينفعش اسيبه لما يكبر، لو سبته هتزيد معايا على فكره، وهيبقى انطوائي جدا وهيبعد عن الناس، وده شيء مش كويس خالص، نفسيا مش كويس. ولازم تتكلم معاه الام كتير جدا، يعني طول ما قاعده تكلمه وتضحك معاه وتقول له مثلا بص طنط جابت لك ايه، بص مش عارف ايه، ويحاول دايما تكلمه. الكلام حلو قوي للاطفال في السن ده. طبعا دي من الحاله اللي استاذ مهاب قال عليها دي مهمه جدا، وبتحصل بين اطفال كتير جدا، ان الطفل بيبقى سنه صغير ويبتدي نقول ايه لا ده صغير بقى، هو اما يكبر هيتعلم. وفي طفل سبحان الله بيبقى عشري جدا يعني، ويضحك في وش اي حد، لو ماشي في الشارع بيضحك في وشه، ده شيء جميل. فاحنا برضو ما نسكتش عن حاجه خاصه باطفالنا، وكويس قوي يا استاذ مهاب ان انت ملاحظ طفلك، والام اكيد ملاحظاه. لازم نلاحظ الطفل كويس جدا ونلاحظ نفسيته، ان كان هو في اي شيء لازم بسرعه نتصرف، ما حدش يجهل النفسيه على فكره. كتير لو هو عنده دور برد اكيد هنجري على دكتور البرد وهنقول ايه ده، لا ده تعبان، لازم اكيد طبعا لازم يتعالج. بس ما ننساش النفسيه، لان النفسيه دي مبني عليها المستقبل كله. لو هو صغير كده نفسيته طلعت مش مظبوطه. ما اكيد طبعا ان الاطفال طبعا لما الام هتشوف ان الطفل ابنها نفسيا كويس اكيد ده سعاده ليها. فدايما سعاده الام سعاده اطفالها، فلازم الام تهتم بنفسيه طفلها كويس جدا، وتلاحظه على مراحل سنين عمره كلها، تهتم بيه طبعا وتشوف هو عايز ايه، بيحب ايه. طبعا بعيد عن التدليل او الدلع الزائد، لان امهات كتير تبتدي تدلع اطفالها بصوره غير طبيعيه، بيبتدي الطفل معانا طبعا يكبر يعاني من حاجات نفسيه كتيره.
كل ده مسؤولية الأم، مسؤولية المرأة. فشوفوا قد إيه دورها بيبقى صعب، يعني أنا شايفة إن دورها طبعا صعب، وربنا يقويها طبعا أكيد على كل الأمور بس. أيوه بس، فإن شاء الله لو التزمت باللي احنا قلناه أكيد هتبقى إنسانة سعيدة في بيتها، وهتسعد أولادها وهتسعد زوجها، ودي أمور بسيطة أكيد هي في إيديها إن هي تعملها، وحاجات مش صعبة، ولا هتحتاج تروح مثلا لطبيب نفساني إن هي بتعاني من، لا لازم تحكم عقلها في البيت زي ما قلنا، وتعمل عملية توازن بين أطفالها بين زوجها بين بيتها وشؤون البيت، هتكون أسعد مرأة في العالم، وهتسعد زوجها وأطفالها، وربنا يقويها على الدور اللي هي بتقوم بيه، دور عظيم، وكفايه جزاءها وثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى، ان هي هتكون زوجه صالحه وام صالحه، وربنا يعينها على امور الحياه، واكيد الاولاد بيقدروا تعبها، ولما هتكبر ان شاء الله هتبص تلاقي ليها تقديرها من كل اللي حواليها. فهي بالنقاط البسيطه اللي احنا قلناها، لو هي بدات بتعمل باي حاجه منهم قبل النوم كده، تحس ان هي لازم تبقى تسامح مع نفسها ومع الاخرين، هتحس اكيد براحه وهدوء نفسي، هتقوم الصبح شايفه متطلبات بيتها، شايفه حياتها وشايفه اولادها، هتعرف تربي صح، هتعرف تكمل مشوار حياتها والرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لها العظيمه اللي في ايديها، اللي هي تقدر ان هي توصل بيها لاولادها ببر الامان. فربنا اكيد هيقويها وهيصلح الحال، واكيد بقربها من ربنا والاستعانه بالله سبحانه وتعالى والثقه في الله، انه اي تعب واي تعب ليه اجر وثواب عند الله، وتعب اكيد ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. دايما هي تتذكر المقوله دي كويس جدا، ان ربنا سبحان الله اكيد بيجازيها خير على عملها، واكيد الجنه تحت اقدام الامهات، وده دور المرأة، وربنا يقويها. والمرأة كمان اللي بتشتغل اكيد برضو بيبقى تعب اكتر ومسؤولية اكتر على عاتقها، فدي برضو لازم تنظم وقتها كويس جدا بين ولادها وبين شغلها. اوكي كده معنا اتصال. ايوه استاذة غادة اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه استاذة انجي لو سمحتي، بس انا عايز اسأل، يعني الزوجه يعني بتبذل مجهود جامد جدا في البيت مع الاولاد ومذاكرتهم، وطبعا الاب ما بيبقالوش علاقه خالص بالموضوع دوت، ومع ذلك بيحملها ان هي مش مهتمه مثلا بيه، وانها بتاثر بحقه، ان هي كل حاجه الاولاد. طب ما هي اللي شايله حمل البيت كله، ما حدش بيساعدها، يعني هي الست هتتحمل ايه ولا ايه؟ ايوه مظبوطه. فيا ريت بس كده يعني حضرتك تنصحي كده الازواج برضو ان هم يخلوا بالهم من الزوجات شويه، ويقدروا تعبها، وان هو هي إيه اللي بتبقى عمود البيت، ومحدش بيقدر بصراحه تعبها، ده لا الاولاد ولا الزوج بصراحه. يعني هو فيا ريت حضرتك توجه لهم كلمه للزوج وللاولاد برضو اللي بيتعبوا امهاتهم وما بيسمعوش الكلام. طبعا اكيد احنا برنامجنا يمكن خاص بالمرأة، بس من خلاله طبعا اكيد لو وجهنا رسالة لكل راجل، ان دلوقتي الست فعلا بتتعب، زي استاذة غادة ما قالت، ان الست فعلا بتتعب في البيت جدا، والولاد اكيد بياخدوا من مجهودها كتير جدا. لو قلنا الولاد ما بيقدروش، لا هم بيقدروا، وخلي بالك لما هيكبروا ان شاء الله هيكونوا ان شاء الله في عونك وفي خدمتك، والراجل يا ريت يهتم بزوجته. طبعا الحلقه خلصت معانا، وبشكركم جدا على حسن استماعكم، وان شاء الله يا رب النجاح والتوفيق للجميع والسعاده يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.